باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. في الأحد الأول للمجيء السنة جيم قرأنا بالقراءة الثانية من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيقي. تسالونيقي هي عاصمة إقليم مقدونيا في شمال اليونان. بقول مار بولس آية الفصل الثالث آية 11: عسى الله أبونا ويسوع المسيح ربنا عسى أن يمهد طريقنا إليكم. الله أبونا ويسوع المسيح ربنا. هلا لو بدنا نقرأها حرفيا بدنا نترجمها بالعربي: عسى الله أبونا ويسوع المسيح ربنا يمهد ولا يمهدان طريقنا إليكم حسب اللغة العربية. يمهد ولا يمهدان؟ يمهدان حسب كل لغات العالم لازم تكون بالجمع أو بالمثنى. تفضلوا النص اليوناني: أفتوزدي أو ثيوس كي باتير إيمون. الله ربنا كي أو كيريوس إيمون يسوس وربنا يسوع كاتب ثينة مش كاتب ثينن. شو يعني كاتب ثينة؟ يمهد بأي صيغة؟ بالمفرد. يمهد طريقنا إليكم إلى آخره. مش بس هيك، إذا منكمل بالرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي الفصل الثاني آية 14 أو آية 15 وتابع: تتذكروا الآية اللي دائما بنستشهد فيها: فاثبتوا إذن على التقاليد. التقاليد اللي في الترجمات البروتستانتية مع الأسف بدل ما ترجموها تقاليد إيش بترجموها؟ تعاليم. دائما تعاليم التقاليد المسيحية الرسولية بغيروها بحطوا بدالها تعاليم. التقاليد اليهودية بخلوها زي ما هي بقربوش عليها بسدر. يعني التقاليد اليهودية في الترجمات البروتستانتية دائما بيحترموها بخلاف التقاليد المسيحية الرسولية. بس عتبك عن نظر وين آية 15. بيقول مايل: إذا حافظوا على التقاليد، هاي آية 15. على فكرة بالطبعات العربية هاي بتلاقوها آية 14، مش مشكلة يعني، بس فرق في الترقيم. أفتوس ذي أو كيريوس إيمون يسوس خريستوس. شو يعني يسوس خريستوس أو كيريوس إيمون؟ ربنا يسوع المسيح. كي أو ثيوس أو باتير إيمون. يسوع المسيح ربنا والله أبونا. إيه؟ لاحظتوا إشي؟ اسم يسوع هنا سبق إيش؟ سبق اسم الله. وهذا بيكون كفر إذا ما كانش يسوع تجسد الإله. أفتوزدي أو كيريوس إيمون يسوس خريستوس كي أو ثيوس، ثيوس الله، أو باتير إيمون الله أبونا الذي أحبنا وإلى آخره. الآية 17 اللي بتلاقوها عندكم بآية 16: باراكليس إيمون تسكرديس يشدد. باراكليس الباراكليتوس المعزي المشدد. إذا يسوع المسيح ربنا والله أبونا عساه بالمفرد يشدد باراكليس عزائمكم كيستريكس ويحفظكم. شو كان لازم يقول؟
يشددان يحفظان، بدال الجمع او المثنى ايش بنلاقي؟ المفرد. وشو لاحظنا كمان مره؟ انه اسم يسوع يسبق اسم ربنا. لاحظتوها هاي ولا لا؟ بلاش يا عمي. اول قداس اللاتيني بيستشهد الكاهن لما بحيي الناس، بيستشهد باخر ايه من الرساله الثانيه لاهل كورنثوس فصل 13 ايه 13. خلينا نقولها مع بعض. نعمته ربنا ومحبة وشركة، برضه في الطقس البيزنطي بيطلع الخوري وبارك الناس. يخارستو كريو ايمونيسو خريستو يغافتو ثيوتو باتروس كي يكينونياتو اجيو بنيماتوس متا باندون ايمون. شو لاحظتوا كمان مرة هون؟ انه اسم يسوع سبق اسم، انتم معاي ولا مش معاي؟ اسم طبعا هذا صغير قاعد بوكل معوش خبر. اسم يسوع سبق اسم الله، لانه انا والاب واحد والكلمه انه المسيح هو الله. بالضبط، المسيح هو الله واسمه يسبق اسم الله، كما ايضا في افسس 5:5. وشكرا لكم. هلا بس